سؤال جاي لي بس من الاعداد جوه برج الاسد، هو عايز يعرف اي حاجه عن برج الاسد وحاجه تفرحه يعني. لا برج الاسد، اني اقول لك يا برج الاسد اسمع بقى، استمع لي ومثل ما يقولون مخمخ واشرب فنجان القهوه. اسمع بقى. اوكي برج الاسد عندك طلوع بطريقه جدا جدا عاليه، واني حكيت قلت برج الاسد مرحلتين عنده، يا اما يطلع للقمه يا اما ينزل اسفل السافلين. اوكي ده حاجه تخوف، يعني تخوف، ما عنده حل وسط. ما عنده حل هو وسط. هو بيقول لنا انا قلقت دلوقتي، بعد لا 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 تاني لا 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 انت قلقت، اوعى تسالنا تاني في البرج ده. هذا من النوادر القليلين اللي هم يسلمون، يعرفون هذا عدوي وانا امشي معاه راح يوقعني. اوكي انه راح اميل له وراح ما حبيتش البرج الصراحه، هو لا انت راح عندك انطلاقه حلوه ان شاء الله.